تعال يا خش خش قدام، تعال قدام، تعال قدام مش على الطريق. بيان أعضاء هيئة التدريس بجامعة بن الوليد الصادر عنهم بالوقفة الاحتجاجية بتاريخ 4/10/2020 من أمام مبنى جامعة بن الوليد. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل آملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. في الوقت الذي يطلعوا فيه إلى المساهمة الفاعلة في النهوض بهذا الصرح العلمي خدمة للوطن، يؤسفنا نحن المعتصمون أمام مبنى الإدارة العامة لجامعة بن الوليد أن نقف احتجاجا للتعبير عن استيائنا بالجامعة من سوء الأداء لإدارات الجامعة التي اختزلت كلها أو كل أدوارها في شخص رئيس الجامعة، الأمر الذي أضعف أداء هذه الإدارات بل جعل بعضها يضمحل ولا يقوم بما ينبغي عليه من كل ينبغي عليه القيام به. كذلك نعبر عن امتعاضنا الشديد من عدم الاهتمام بحل مشاكل أعضاء هيئة التدريس والموظفين من تسهيل إجراءاتهم الإدارية والمالية المتعثرة، حيث توقف الكثير من المعاملات الخاصة بهم لعدم وجود من يتبعها في من إدارة الجامعة في الجهات من الجهات ذات العلاقة، ولذلك لم يتحصل بعض أعضاء هيئة التدريس على الكثير من حقوقهم نتيجة لهذا الإهمال، مما دفع البعض إلى متابعة إجراءاته بشكل شخصي دون الاعتماد على إدارة الجامعة في ذلك. ومما زاد من استيائنا هو عدم وجود انسجام بل وجود جو مشحون في أبسط أبجديات العمل داخل هذه المؤسسة وبين الكليات ورئاسة الجامعة، الأمر الذي أثر سلبا على أداء أعضاء هيئة التدريس لمهامهم الأكاديمية داخل كلياتهم وتعطيل كافة الأنشطة الأكاديمية والثقافية، وذلك لافتقار الكليات لأبسط المقومات اللازمة للقيام بهذه الأنشطة. وفي هذه الوقفة الاحتجاجية نعلن أعضاء هيئة التدريس على تحفظنا الشديد على نهج السيد رئيس الجامعة لسياسته بالتفرد باتخاذ القرار في كل ما يخص الجامعة دون الرجوع للمجلس العلمي للجامعة وتجاوز مهامه كرئيس لجامعة بالتدخل المباشر في كل الإجراءات الإدارية والمالية للجامعة، وهذا يعد مخالفة صريحة للائحة رقم 22 التي تنص على مهام رئيس الجامعة تحددها بحيث لا يتدخل مع مهام الإدارات والكليات في الجامعة. ومما يأخذ على رأس الجامعة هو إهمالها لكثير من مناشرات الكليات ومطالباتها ومطالبة عمدائها بتحسين أوضاعها وتوفير احتياجاتها المختلفة، حيث تعاني هذه الكليات من قلة الإمكانيات على مختلف الصعد، مع العلم بأن مخازن الجامعة توفر بها كثير من المطالبات والاحتياجات الملحة لهذه الكليات. وينبه أعضاء هيئة التدريس في هذه الوقفة إلى النتائج الوخيمة الناتجة عنها عن إلغاء إدارات مهمة ومكاتب مهمة بالكليات وبالجامعة كمكاتب التعاون الدولي والثقافي والبحوث والاستشارات والدراسات العليا والتدريب والأنشطة الثقافية والرياضية والمجتمعية وعدم وجود والمجتمعية، حيث أثر إلغاؤها سلبا على الأداء الأكاديمي للكليات واقتصر دور الأساتذة على التدريس دون غيره. وفي هذه الوقفة لا يفوت المطالبة بتسوية أوضاع الإدارية والمالية لزملائنا المعينين بالقرار 119 ورقم والقرار 72 حتى يتمكنوا من المساهمة في تغطية النهوض في تغطية النقص الشديد في بعض التخصصات، وندعم بكل قوة تنسيقية أعضاء هيئة التدريس بجامعة بن الوليد، كما نطالب بتغيير رئاسة الجامعة واستبدالها برئاسة فاعلة يمكنها تطوير الجامعة والنهوض بها على أن يكون الرئيس وكيل الشؤون العلمية من الأساتذة الأكفاء العاملين بالجامعة، ونرفض تكليف أي أحد أو أي شخص من خارج الجامعة لإدارة هذه الجامعة. وفي الختام فإننا نحمل وزارة التعليم والمجلس الرئاسي وكل الجهات ذات العلاقة بالدولة كل ما يترتب على إهمال مطالبنا المشروعة، وسنضطر آسفين للدخول في اعتصام مفتوح في حال لم تحقق هذه المطالب.